فين كانوا في 2011؟ علاش ما تبانش الرجلة ديالهم ديك الساعات ويخرجوا للشارع ويدافعوا على البلاد؟ تخباو شي مشى لفرنسا شي مشى ياكل لا. ودابا عاد ولات الرجلة ما غتجيكمش الا شريتيو بعض وسائل الاعلام وبعض المواقع الاجتماعية اللي كيطبلوا لكم ويزمروا لكم. الرجلة ما غتجيكمش الا خوفتيو بعض الناس. حنايا نقولها لكم بصراحة، تراجع العدد ديال الترشيحات ديالنا في البوادي لان الناس ما بقاوش قدروا يوصلوا لعند العدالة والتنمية، خايفين على ريوسهم. داكشي علاش تعجبت باللي شفتكم اليوم بهذه الكثافة هذه. ولكن كنعرف بلي هذا المغرب فيه واحد العرق اصيل ما كيخافش وما كيتنازلش وما كيتراجعش، واخا يكون مهدد في الوظائف ديالو ولا يكون مهدد في الارزاق ديالو. وبالمناسبه دابا كيتبعوا الاداره فين ما كان شي واحد فيه الريحه ديال العداله والتنميه كيزولوه من المسؤوليه ديالو. علاش هادشي؟ علاش الحكره هادي؟ علاش؟ اش درنا لكم؟ اش دارت لكم العداله والتنميه؟ ساعدتكم في الظروف الصعبه؟ بقيتيو جالسين في الفيلات ديالكم وبقيتيو جالسين في المتاع ديالكم، فهمتيني ولا لا؟ ما مسكوا حتى شي واحد. وهذا الشيء النتيجه ديالو هي انكم تتبعوهم واحد واحد، وحتى النقابه ديالو حاولتوا تشطبوا عليها مع انها كتستحق تحضر لان عندها اكثر من 3% في القطاع الخاص. 6% عفوا القطاع الخاص. علاش هذا الطريق؟ واش حنا ماشي مغاربه؟ قولوا لنا. لا ما كناش مغاربه نهاجروا، ما نبقاوش في هذه البلاد هذه. حنا مغاربه وابناء البلد وابناء الوطن، وما غنهاجروش وما غنفرقوش بلادنا، وحنا وياكم ما مفكينش. مغربي. وكيف قلت لكم؟ عندنا شروط في عملنا من أصول استقرار بلدنا التي نؤمن بها مرجعيتنا الإسلامية، سر وجود هذه الأمة واستمرارها لأكثر من 13 قرن أو 14 قرن، وجودها واستمرارها وصمودها وتألقها في العالم العربي والإسلامي، ثم وحدتنا الوطنية التي لا نفرط فيها في شبر واحد، ثم ملكيتنا. نعم أنا أقولها بملء فمي ولن أمل من تكرارها، أن نحن كمغاربة وكأبناء العدالة والتنمية وكأبناء الاتحاد الوطني للشؤون المغرب وكأبناء حركة التوحيد والإصلاح نحن ملكيون. وأظن أن كلامي هذا يضايق بعض الناس، وكم حاولوا الإيقاع بيننا وبين جلالة الملك، كم حاولوا ذلك، ولكن الحمد لله وجد بلدنا والحمد لله على رأسه ملك عاقل يعرف المصلحة الحقيقية للوطن، ووجد تنظيم سياسي واقعي وعاقل كذلك يعرف المصلحة الحقيقية للبلد. واليوم حتى الناس اللي منا ولا ماشي منا كانوا خرجوا في 20 فبراير يشكرون لنا مواقفنا هذه، ولكن كاين شي ناس ما بغيناش نكونوا هكذا، بغاونا نكونوا اعداء ديال الوطن، بغاونا ندينوا الدوله ديالنا. لا، حنا ما غنكونوش اعداء ديال الوطن وما غنديلوش الدوله ديالنا، واخا دير شي حاجه اللي كنشوفوها ماشي صحيحه، مع ذلك حنا ناخذوا وكنعلنوا على الموقف ديالنا في اطار الاداب واطار التوقير اللازم. وبالمناسبه بغيت نوجه الكلام ديالي لهذاك الممثل ديال الكيان الغاصي اللي خرج البارح كيفرح بالاسقاط ديال العداله والتنميه في الانتخابات ديال 8 جوج تنبير. نقول له انت يلاه جيتي، شنو دخلك في 8 جوج تنبير؟ شنو دخلك في الانتخابات ديال المغاربه؟ طيب دابا جيتي ياك راك جالس معانا ياك، واخا
اجي اشرح لنا عافاك علاش الصهاينه اليهود ديال اسرائيل، كونوا واضحين علاش هاد الصهاينه كيزعجوا المصلين وكيدخلوا عليهم في المسجد الاقصى وتيضربوهم وتيعتقلوهم، ما كيراعيو لا راجل كبير لا امراه لا دري صغير لا انسان ما دخل حتى في شي حاجه، كيضربوه بطريقه عشوائيه ويشوهوا الصوره ديالهم. علاش هاد الشيء؟ علاش ما راعيتيوش ملي جيتي وكتقولوا لسيدنا نعم سيدي؟ علاش ما راعيتيوش ان سيدنا رئيس لجنه القدس؟ علاش ما راعيتيوش هاد الشيء؟ واش باغيين تطبعوا مع المغرب؟ انا ما نهضرش على الدول الاخرى يدبروا ريوسهم، لكن المغرب والدول الاخرى راه المغرب ماشي 50 عام هادي باش تزاد، ولا 70 عام ولا 80 عام، هذا راه المغرب هذا. علاش اللي ما راعيتيوش غير على الاقل هذه القضيه هذه ومشيتيو تدخلوا؟ واش بغيتيو نتوما في المسجد الاقصى؟ باغيين تعبدوا الله؟ واش ما قدكمش الكره الارضيه كلها هي ما قدتكمش؟ سيروا عبدوا الله في اتساع، جايين غير المسجد الاقصى، باغيين تاخذوا المسجد الاقصى ما غتاخذوش. بغيتيو تعرفوا التطبيع الحقيقي؟ التطبيع الحقيقي هو لو كان كانت الحدود مفتوحه وكان ممكن نمشيو لفلسطين وتشوفوا ديك الساعات اشنو، ما غاديش تكونوا واحلين، ما غاديش تكونوا واحلين. على القدس رايحين شهداء بالملايين، على القدس رايحين شهداء بالملايين، على القدس رايحين شهداء بالملايين. إلا كانت الظروف ديال بعض الدول المحيطة بكم لزماتهم يتخذوا هذيك المواقف ديال التطبيع اللي نقول لكم حتى واحد ما راضي بها، لا شعوبهم إلا الخونة، إلا الذين يأخذون منكم الأموال ويقعون في الفساد، لكن الشعوب لا تقبل هذا التطبيع. ولولا أن الحدود مغلقة وأن الذهاب إلى لأن واش أنتم تقتلوا خوتنا في فلسطين وبغيتيونا نرحبوا بكم هنا ونكونوا فرحانين بكم؟ راه خوتنا هذو. هذوك راهما مؤمنين، هذيك راه امير المؤمنين وراه رئيس لجنه القدس، وراه هاد الحدود اللي كاينه راه ما كانتش من قبل، راه كان المغاربه ما كيمشيوش للحج حتى ما كيمشيو ما كيعتبروا الحج ديالهم كامل حتى كيدوزوا لبيت المقدس، دابا تحرموا راه تما باقيه حاره المغاربه وباقيه باب المغاربه، وطال الزمن ام قصر. انا تنقولها لكم اذا ما كانش فيكم التعقل الكافي باش تتعاملوا نتوما مع المسلمين تما بحال اللي كنتعاملوا حنا مع اليهود هنا. كيفاش كنتعاملوا مع اليهود؟ كنتعاملوا معاهم احسن معامله، مواطنين ممتازين محترمين عندهم كافه الحقوق ديالهم. شوفوا واش كاين شي يهودي تيجي تيشكي لكم التعامل مع المغاربه، بالعكس. علاش نتوما ما تتعاملوش معاهم بهذه الطريقه هذه؟ إلا بغيتيو ديروا هذيك الأرض وطن للجميع، ديروها وطن للجميع. إلا بغيتيو ديروا جوج ديال الدول، ديروا جوج ديال الدول. أما لا هذه لا هذه في الآخر ما غتبقى عندكم لا هذه لا هذه. أنا كنقولها لكم من دابا. كلنا فدا فدا فلسطين الصامدة، كلنا فدا فدا وفلسطين الصامدة، كلنا فدا فدا وفلسطين الصامدة. إخواني أخواتي، حنا وطنيين. كنراعيو مصلحة بلادنا وكنصبروا، ولكن تنقولوا لهاد الناس الله يهديكم، ما تبالغوش. المغاربة راه محمد الخامس وصفهم مزيان، قال لولده، قال له راه المغاربة يا ولدي، قال له راه بحالهم بحال الأسد، يمكن أن تقوده ب يعني حبل من حرير، ولكن إلا بلغتي عليه راه غادي تشوف منه داك الشيء اللي ما كتنتظرش. هادو هما المغاربة. كنقولوا لإخواننا الجزائريين رجعوا لله، حنا راه حنا خوتكم، والله ما باغيين بكم حتى شي سوء. ماشي كحيث العدالة والتنمية كدولة وكملك وكحكومة، ما تبقاوش قابطين في السراب. راه المغرب راه ما غايتنازلش على الصحراء ديالو،
المغربي الا تنازل على الصحراء ديالو ما غيبقاش مغرب. الصحراء مغربية شرعية تاريخية، الصحراء مغربية شرعية تاريخية، الصحراء مغربية. وتنقول للعرب والمسلمين توحدوا الأمة. اليوم العالم كيتغير، ما عرفناش المستقبل فين غادي يجي، ما عرفناش المستقبل اش غادي يوقع، ونحن ربما على أبواب حرب عالمية ثالثة. هل سنواجه الحرب العالمية الثالثة مشتتين 50 دولة مشتتة بعضها يكيد لبعض؟ لا، خاص توحدوا الأتراك والباكستانيين والسعوديين والماليزيين ودول الخليج والدول العربية، يتوحدوا على كلمة واحدة ويناصروا بعضهم بعضا وينظروا إليهم عدوهم فيرهبهم، وإلا سوف نكون كما قال صلى الله عليه وسلم يعني قصعة يتداعى إليها الأكلة. هذه كلمة إخواني لكم ومساهمتي البسيطة معكم في يومنا هذا. وكنت أريد أن أقول للإخوة الذين قالوا ارجع، أنا ما عندي مشكل باش نرجع، ولكننا ما نرجع حتى تناضلوا انتم مزيان. لا إلا غير على الراحة، رانا خديت النصيب ديالي. شوف الذين يسمعونني من أبناء هذه النقابة ومن أبناء هذا الحزب ومن أبناء هذه الحركة ومن أبناء الوطن وبنات الوطن جميعا، ما تمشيوش في الطريق الغلطة وتنتظروا توصلوا لنتيجة مزيانة. الانتخابات اللي فاتت كانت عايبة، ومن العيوب ديالها تيقتيو الأكاذيب، وخداو البعض منكم الفلوس، وخفتيو من بعض رجال السلطة وما نعرف شنو آخر، والحملة ديال تشويه ديال الصورة ديال العدالة والتنمية وديال النقابة في الإعلام الوطني وفي الإعلام بصفة عامة، وعدم إعطائنا الحقوق خلاكم تتراجعوا. إوا دابا بارك عليكم، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.